ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول نشطاء بالفيسبوك شريط فيديو مثير يوثق للحظة عصيبة جدا عاشها صيادون كانوا على متن قارب تقليدي اليوم الجمعة عند مدخل ميناء مدينة أصيلة، بعدما جرفتهم الأمواج العالية ودمرت قاربهم الذي تحول إلى حطام. ولولا الألطاف الإلهية لكان مصير من في القارب الموت المحقق، حيث تدخل عدد من شبان المنطقة وقاموا بإنقاذ الصيادين، والحمد لله لم تسجل بحسب شاهد عيان أي خسائر في الأرواح. أسرع عنا نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.